إنه صبي، صبي جميل يشبهك تماما، إنه نسخة عنك. سوف أخذك إلى الملجأ. سلمى. أوه سلمى. كما كنت أقول، كانت نحيلة للغاية. فقلت لها: سيدتي، إن كنت مصرة على أن تموتي جوعا عصر اليوم، لما لا تموتين في الشارع وتوفرين بذلك 5 قروش؟ سيد كامل، طفل آخر. صبي أم فتاة؟ إنه صبي سيدي. الاسم؟ هذا سيدي. لا أريد اسمك أيتها الحمقاء، بل اسم الطفل. لا أدري. لما لا تسألين الأم؟ لا يمكنني ذلك، لقد ماتت. يا لها من عديمة التفكير، كيف تموت؟ لا تخفي يا عزيزتي، عندي لائحة أسماء جاهزة لهذا الغرض. لنبحث هنا. عين، عين، لقد وجدته، ماهر عزيز. ماهر عزيز، أعتذر منك سيدي، لكنه اسم غريب جدا. حسنا، من الأفضل أن تعتادي عليه يا هالة، لأنه سيبقى معنا مدة 10 سنوات. وهم لا يقدمون لنا ما يكفي من الطعام، لذا علينا أن نغير الوضع. هل أنتم موافقون؟ أجل، نحن لا نحصل على ما يكفينا. أتعرفون قواعد اللعبة؟ أجل بكل تأكيد. طبعا نحن نعرف. حسنا، اهدأوا. من يحصل على القشة القصيرة يقوم بالمطالبة. هيا بسرعة قبل أن يأخذ الطباخ الطعام. هيا يا ماهر، خذها. هيا. عذرا سيدي، أريد المزيد من الطعام. ماذا تريد؟
أرجوك سيدي، أريد المزيد من الطعام أرجوك. سيد كامل، سيد كامل. سيد كامل، سيد كامل. أجل ماذا؟ إنه ماهر يا سيد كامل، لقد حسنا لقد طلب المزيد من الطعام. نعم ماذا؟ يريد المزيد من الطعام. المزيد من الطعام يا ماهر عزيز، سوف أحرص على تلبية طلبك، سوف تحصل على المزيد في الخارج، عندها دعني أرى كيف ستحصل عليه. صباح الخير سيد كامل. صباح الخير يا سيد صبري، كيف تجري الأمور؟ لا يمكنني التذمر، ليس لك على الأقل سيد كامل، لولاك لما حصلت على أعمال أكثر من بقية الرعية، أليس كذلك يا سيدي؟ صحيح يا سيد صبري صحيح. ما هذه اللافتة سيد كامل؟ لدينا صبي للتمرن. بالفعل سيد صبري، وسوف ندفع لك 5 جنيهات لقاء أخذ. مذهل يا للصدفة، إنني أبحث عن صبي للعمل معي منذ أسبوع تقريبا. إنه ولد مطيع، أكره فكرة التخلي عنه، لكن أنت تدرك بالطبع أنني بحاجة إلى صبي مثله، ضئيل الحجم، نحيل، وشاحب بعض الشيء. إنه ماهر، هو من تحتاجه بكل تأكيد. حسناً، عليه أن يمشي أمام الموكب كي يؤكد على مأساوية الحدث، لذا لابد من أن تكون ملامحه حزينة بعض الشيء، أليس كذلك سيد كامل؟ بالطبع، انظر إلى ملامحه الحزينة يا سيد صبري، إنها في غاية الحزن. يا ماهر، لقد انزلقت من يدي من دون قصد. قمت بذلك عمدا. وماذا في ذلك ها؟ ماذا ستفعل حيال الأمر؟ أتجد نفسك طويلا وقويا، أنت هنا منذ 5 دقائق وحصلت على أفضل عمل، سألكم وجهك. فقد أحضرت لك العشاء يا عزيزي. لم تريد الكلاب أكله، لا أدري لماذا، بالرغم من أنه طعام جيد. إنك ولد سيء، أليس لديك ما تقوله؟ ألم تعلمك والدتك التهذيب؟ هيا أجب بسرعة. ماذا؟ لا، أنا لم أعرف أمي، لقد ماتت. هذا أفضل ما يمكن أن يحصل. لماذا قلت ذلك؟
من الجيد أنها ماتت، لربما كانت الآن في السجن بسبب ما، أو لربما شنقت بسبب السرقة أو أي شيء آخر. لو كانت ما زالت حية لكانت حتما سيئة للغاية. ابتعد. يا غبي، يا إلهي، إنهما يتشاجران. لن يكن هذا درسا لك سيد ماهر. إن الأيتام ينفذون ما يطلب منهم وحسب، ولابد من أن يشعروا بالامتنان لكل شيء يقدم لهم، وأن لا يسببوا المشاكل أبدا، لا يسببوا المشاكل. شكرا سيد كامل، شكرا. إنه لمن دواء سرور سيد صبري. عمل متقن يا سيد كامل. هل تود أن تشرب كوبا من الشاي أو شيئا أقوى؟ ما رأيك يا سيد كامل، أتريد شراب الكرز؟ نعم حسنا، إن كنت تصر سوف أخذ كأسا من الشراب بعد هذا التمرين. شراب إذن يا سيدي. لقد خطر لي شيء يا ماهر. إن التمرين على صنع التوابيت يستغرق 7 سنوات، لذا من الأفضل لك أن تعتاد على الأمر. 7 سنوات، 7 سنوات من العذاب. هل هذا واضح؟ سبع سنوات. لندن، 17 ميلا. لا، 17 ميلا. Thank you.
حسنا أيها الفتى، ما القصة؟ لا تخف، تبدو متعبا للغاية، أليس كذلك؟ هيا أخبرني بسرعة. أجل، لقد صرت مدة 7 أيام قادما من الريف. هل كنت تأكل كفاية؟ لا. يبدو أنك هارب من التمرين. كيف علمت ذلك؟ إن قبضوا عليك سوف لن أشي بك. قل لي ما اسمك. هيا مهر. مهر عزيز، هل ستعيش في لندن يا ماهر؟ أعتقد هذا. هل لديك مأوى؟ لا. لما لا تأتي معي إذن يا فتى؟ يمكنك الوثوق بسامر. سأسعى لمصلحتك يا فتى، أعرف رجلا مسنا لطيفا يمكنه الاعتناء بك وتأمين مأوى لك وطعام. هيا سوف تعمل خلال الليل. تفاحة؟ أي نوع من الأعمال؟ ومن الرجل؟ اسمه أمين والوظيفة محترمة. هيا افتح، لن أقف في الخارج طوال اليوم. هيا انتظر لحظة سامر، من معك؟ إنه فتى جديد وهو مناسب. أمين، هذا صديقي ماهر عزيز. نعم، تسرني رؤيتك يا ماهر عزيز. أحضر بعض الخبز والنقانق يا سامر وبعض الشراب، يمكنك مشاهدتنا وأنت تأكل. سوف نقوم بلعبة صغيرة أمامك. شكرا لك سيدي. اهدوا. سامر، شادي، هيا بنا. أحسنتم صنيعا يا شباب، هذا كاف لليلة، اذهبوا للعمل الآن وإياكم أن تعودوا من دون شيء. حسنا، هل وجدت ذلك مسليا؟ أجل سيدي، إن سامر الماهر ذكي للغاية، لهذا استحق لقب الماهر أيها الفتى، إنه الأفضل. إن قمت بمثلي فلن تخطئ أبدا. أجل سيدي. أنت متعب أليس كذلك؟ أجل. انظر هناك، اذهب واستلقي على السرير. هيا هيا اذهب هيا. شكرا لك سيدي. آه.
متى استيقظت؟ لقد استيقظت لتوي. هل شاهدت ما كنت أقوم به؟ لا لا سيدي، رأيت شيئا براقا، لست واثقا تماما. حسنا، إنها مجرد أشياء جميلة أجمعها، يجب ألا تخبر أحدا عنها حتى لا يحسب الأولاد أنني مجنون لأنني ألعب بالخردوات. هل فهمت هذا أيها الفتاة؟ حسنا. يا سمين والسيد نبيل، أهلا. من هذا؟ إنه الولد الجديد ماهر، سوف نلعب لعبة المنديل. هل باستطاعتك أخذ المنديل من جيبي من دون أن أراك يا ماهر؟ لا أدري، سأحاول سيد أمين. كن يقظا. رائع يا ماهر، إن ثابرت على هذا المستوى سوف تصبح أبرع من سامر. نعم. أجل سيدي. غدا سوف تلعبون لعبة المنديل في الشارع لنرى من الأفضل، أنت أم سامر، فما رأيك؟ قل لي يا ماهر، هيا قل لي ما رأيك أيها الصغير. مخزن الكتب. سارق، توقف سارق. يا إلهي أنت، وقف، ارجع إلى هنا أيها اللص، ارجع. هيا يا سارق، هيا توقف، هيا أيها سارق، أيها اللص، توقف، أمسك به، هيا 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 اقذر من هنا، هيا هل هذا هو الصبي يا سيد؟ أجل حضرة الشرطي، أخشى أنه هو. خائف ها؟ هذه تمثيلية جيدة، سوف أخذك إلى مركز الشرطة، لن يضيع السيد فادي الوقت على هذه القضية. فادي؟
أجل السيد فادي، إنه قاض ورجل صلب جدا، أعتقد أنه سيحكم على هذا الولد بالسجن لمدة 7 سنوات. 7 سنوات بالسجن؟ أجل، لقد كان يسرق. أيها المغفل، لو كان بإمكاني، لو كان بإمكاني أن أتعرف الصبي؟ أي صبي؟ أتعرف ذلك الصبي؟ أنا نعم. تعال معي أمين، أريد أن أكلمك. هيا. أعترف، لقد قبض عليك بالجرم المشهود، لذا أنت مذنب، هناك العديد من الشهود. سيدي، لم أفعل شيئا. أتسمي السرقة لا شيء؟ ما رأيك بإرسالك ل7 سنوات إلى السجن؟ أتدعو ذلك لا شيء أيضا؟ هذا كثير يا سيدي، لا يمكنك أن تسيء إلى الطفل هكذا، هذا غير لائق. غير لائق؟ وهل أنت من سيخبرني ما هو اللائق في قاعة محكمتي؟ إلزم الصمت سيدي، وإلا قضيتك بتهمة الإساءة إلى المحكمة. لكن يا سيدي. لا شيء، هذا المجرم مذنب وأنت الشاهد على جرمه. تقدم أيها الصبي، حضر نفسك للاستماع إلى حكمك، إلى الحكم الذي سأصدره عليك، لأنني أنا القاضي. سيدي أرجوك، لم أراه يسرق منديلي فعلا. صحيح، ماذا تقول؟ أخرج هذا الرجل من هنا. سأتكلم ولن يخرجني أحد من هنا. لقد رأيت 3 صبية وهذا الولد الماثل أمامكم على الجهة المقابلة للشارع، وبينما كان هذا الرجل يقرأ ارتكب الصبي الآخر فعل السرقة، لقد رأيته بعيني. نعم. هل أنت متأكد أيها العجوز؟ نعم. يا للأسف، إنه يبدو مجرما بالنسبة إلي. أغلقت القضية، أخلوا القاعة. اطلب العربة بسرعة، سوف ترافقني يا ماهر. اعتذر عن هذه المشكلة. بهدوء، ان اقل ما يمكنني فعله هو الاهتمام بك بعد هذا. لذا قلت له: امين، ان لم تعطني المزيد من المال لقاء الخواتم ساعود الى ذلك المنزل واتسلق عبر النافذة وارجع الخواتم للسيدة. هل تفهم ذلك امين؟ نبيل، إذاك شرير للغاية، هل ستبقى؟ سأرجع الليلة. أراك بعد أن أنتهي من العجوز أمين. أراك في الحانة إن لم يحدث شيء مثير للاهتمام. هيا بنا بوبي، هيا. اترك لي بعض الشراب يا نبيل. لن تذهبي إلى أي مكان يا ياسمين، فلدي بعض الأعمال لك، ادخلي هيا. تذكر، ستحصل على 100 جنيه نقدا عندما تسلمني ماهر، وعندما يرتكب جرمه الأول. هل تفهم؟ كلام معقول، لكن علي أن أجده أولا. أتصور أن لديك أسلوبك الخاص، لكنني سأبحث عنه بدوري، فإن وجدته قبلك سأعلمك فورا لكي تأخذه. إلى اللقاء. شادي، أريدك أن تتفقد كل العربات في البلدة كي تعرف إلى أين اصطحب ماهر. لكن هناك العديد من العربات. تفقدها جميعها. أما أنت يا سامر فراقب مخزن الكتب، فربما عاد ذلك المغفل ثانية. لكن وعندما تتبعه إلى منزله وتجد ماهر تخبرني حالا. هذه خطة غير ذكية وقد تستغرق أسابيع طويلة، إنه مجرد فتى عديم الفائدة. قم بما هو مطلوب منك وحسب، فذلك الصبي يساوي الكثير من المال إن وجد هنا حيث يجب أن يكون. فهم. والآن هيا هيا إلى العمل. يا سمين انتظري، أنت معنية بالأمر أيضا،
أريدك أن تتجولي في الأحياء العامرة من لندن حيث يعيش الرجل المعني. تذكري أن تنتبهي وافتحي عينيك جيدا. أفتح عيني؟ لكن لندن مدينة كبيرة يا أمين، ولن يكون الأمر سهلا. ستبذلين قصارى جهدك. نانسي، هل ستقابلين السيد نبيل الليلة؟ أجل، أعتقد أنني سأراه في الحانة إن تمكن من الحضور، فلدي عمل. جيد، أخبريه إذن ألا يقوم بالعملية حتى أخبره ذلك بنفسي. قد أتمكن من إيجاد من يقوم بهذه المهمة بدلا منه. تقصد ماهر؟ لم أقل ذلك. يا للطفل المسكين، سوف يتورط في هذا الأمر. لا شأن لك بالموضوع أبدا. لقد حان موعد الشاي سيد ماهر. شكرا لك يا سيدة نجوى. كيف تشعر الآن؟ بخير، شكرا لك. جيد، إذن هذا سوف يساعدك. تفضل، إنه مفيد للغاية. هل رأيت ذلك يا كريم؟ إنها تدلله كالأطفال بمعاملتها هذا. أنت رجل قاس يا جميل. هراء، إنني أفكر بشكل منطقي. كيف لك أن تأخذ مجرما من الشارع وتعامله كالسيد؟ هذا خطر. ماذا خطر؟ أجل، هؤلاء القوم متشابهون، فسرعان ما ينقلب ضدك ويسرقك. لا يمكن أن تثق بأمثاله. أوه لا، هل قمت بشيء خاطئ يا سيدي؟ لا بني لا، ابقى مكانك، لا تتحرك. مدهش، هل ترى ذلك يا جميل؟ أرى ماذا؟ هل فقدت عقلك؟ الصورة، انظر إلى الصورة، ثم إلى ماهر، لديهما الملامح ذاتها. يا إلهي، يا للمصادفة المذهلة، إنهما متطابقان. القصة أصبحت قديمة الآن، إنها إحدى الصديقات العزيزات. أنت لا تعرفها لأنها توفيت منذ وقت. آسف لذلك، لكن ذلك لن يغير رأيي بالولد أبدا. أما أنا فأثق به تماما يا جميل. لقد تحسنت حالتك يا ماهر، وبعد عدة أيام قد تريد الخروج والتجول. أجل سيدي. استنشاق الهواء النقي والتمرين سيفيدانك. حالما تشعر بأنك بصحة جيدة سأعطيك بعض الكتب كي ترجعها إلى البلدة، اتفقنا؟ بالطبع يا سيدي. صبي طيب. ارحلي من هنا، لا نريد أمثالك في الجوار. هيا ارحلي. يا لك من عجوز قبيح. جنون جنون جنون، لابد من أنك أصبت بالجنون التام يا كريم. انسى الموضوع تماما. ماذا تعرف عن الفتى؟ إنه مجرد رفيق للنشالين. أنت أنقذته وأعطيته ملابس محترمة ومجموعة كتب قيمة ومال. لابد من أنك قد أصبت بالجنون يا رجل. إنك تبالغ بالموضوع يا جميل. سيد كريم، يمكنني البقاء في المنزل إن أردت. لا يا بني، أنا أثق بك، افعل ما أقوله لك تماما. اذهب مباشرة إلى بائع الكتب لترجع هذه الكتب وتعطيه المال. هيا بسرعة عزيزي، أتوقع رجوعك خلال 20 دقيقة. حاضر سيدي. 20 دقيقة؟ هذا إن عاد ثانية فلربما تنتظره تلك العصابة المجرمة للاحتفال برجوعه.
إنني مغتاظ جدا، مغتاظ جدا. لا يا بوبي، ارجع لي هذا. تعال اعطني هذا، سوف اقتلك. كلب مطيع، تعال بوبي، كلب مطيع. هل هذا مضحك؟ سوف ازيل تلك الابتسامة السخيفة. لا بوبي، لا تفعل ذلك، كنت امزح، لم اقصد اي اذى. الطفل، لقد خرج الطفل. من ماهر؟ لقد وجدوه وهو يغادر منزل كريم. اذهبوا الى هناك وتعرفون ماذا عليكم ان تفعلوا. هيا. برتقال لذيذ وطازج، هيا جربوا البرتقال اللذيذ. برتقال، هيا. اذهبي الى الخلف وسنلاقيه هناك. عزيزي ماهر، اخيرا وجدتك يا عزيزي. دعيني دعيني. لا ماهر، ايها الولد المشاغب. لا تعال، لا دعيني اذهب. ماذا تفعلين؟ ماهر ماهر يا اخي الصغير، بعد كل هذه الشهور اين كنت يا زميل؟ ماهر يا عزيزي، عليك العودة إلى المنزل حالاً. هيا يا حبيبي، توقف عن ذلك، هيا توقف، تعال معي إلى المنزل. حسناً، هذا سيفي بالغرض، كفى الآن أيها الفتى. هيا النجاة، اتركاني. أهلا بعودتك إلى هنا أيها الفتى، أهلا بك. في المرة القادمة إن تلكأت في عملك سأضاعف العقاب، والآن أخرج. إنه عمل جيد سيد كامل. شكرا لك. أنا أؤدي عملي يا سيدة ليلى، إن أمثالي يحملون مسؤوليات كثيرة. الجريدة؟ يا إلهي، انظري إلى هذا، 5 جنيهات مكافأة. اختفى الشاب المدعو ماهر عزيز من منزله في بانترفيل مساء الخميس الماضي. ستمنح جائزة قدرها 5 جنيهات لمن يعيده سالما، أو لمن يدلي بأي معلومات عن ماضيه. يا إلهي، ماهر عزيز، ذلك الوحش العديم الفائدة. لم يعد عديم الفائدة يا عزيزتي، إنه يساوي 5 جنيهات الآن. سيد كامل، سيد كامل، أيتها العجوز، كيف تتجرئين على الدخول إلى هنا بهذه الطريقة؟ فالسيد كامل يتناول الشاي، خذ معطفك والقبعة، فلربما أصبح الطقس باردا في البلدة، إذ يبدو أنها سوف تمطر يا عزيزي. إنه أمر مهم جدا، سيدتي يجب أن أكلمه. مستحيل، إنه في طريقه إلى لندن في هذه اللحظة، وليس من عادته أن يغير خطته بسبب أمثالك. طاب يومك سيدة ليلى. كنت أريد أن أعطيه شيئا قبل أن أموت. تعطيه؟ وماذا لدى فقيرة مثلك لتعطيه؟ إنها قلادة ذهبية أحتفظ بها سيدتي. ذهبية؟ إن الأمر كان كالسرقة، لقد احتفظت بها أكثر من 10 سنوات، إذ أنني أردتها لنفسي، لم أرها لأي شخص. أنا آسفة. كان من الممكن أن تساعد المسكين ماهر ليعرف حقيقته، أما الآن فقد فات الأوان. خذيها، خذيها له، أرجوكِ.
وخلاصة الموضوع يا سيدي أن الصغير ماهر عزيز، واستنادا إلى خبرتي الطويلة، صبي خائن وناكر للجميل وشرير، ولديه نزعة إجرامية. لقد هرب من معلمه الأول بعد أن هاجم فتى بريئا يدعى ممدوح. لقد هاجمه غدرا وضربه وسرق كل ما لديه. إنه مجرم خطير. شكرا لك سيد كامل. شكرا لك سيدي. أيها السادة، لقد كنت محقا يا جميل. لا أريد أن أسمع اسم ذلك الفتى ثانية في هذا المنزل. أتفهمين سيدة نجوى؟ أبدا. أجل سيدي. يسعدني رؤياك يا سيد كامل. لقد حدث شيء سيء للغاية. لقد سرق ممدوح كل مدخراتي وهرب إلى لندن. إنه تأثير الفتى ماهر عزيز، ألم أقل لك؟ ما أعرفه الآن أن عليك أن تساعدني يا سيد كامل. ليس الآن، لقد بدأت تمطر علي الإسراع. إلى اللقاء سيد كامل. أرجوك انتظر. كأس شراب. هل أنت كامل؟ كيف؟ ماذا تريد مني؟ اسمعني، جئت أبحث عنك شخصيا، وكنت منتظرا طوال اليوم. أريد بعض معلوماتي وسوف أدفع لك. اعتبر هذا دفعة أولى. بكل سرور، لكن لقد ولد الطفل في المأوى منذ 12 عاما، ضئيل الحجم وشاحب. لقد تدرب مؤخرا كصانع للتوابيت، ومن ثم هرب إلى لندن. اسمه ماهر. هل تعرفه سيد كامل؟ ماهر عزيز؟ أجل، لقد توفيت والدته. أريد التكلم مع القابلة التي حضرت ولادته. هل هذا ممكن؟ أتقصد هالة؟ لقد كانت تحتضر هذا الصباح، لابد من أنها ماتت. هل قالت لك شيئا عن والدته؟ من كانت؟ من أين أتت؟ لا أدري، يجب أن أسأل زوجتي عن الموضوع. اسألها وأخبرني ما الذي قالته. حسنا، لكن سأدفع لقاء المعلومات. لقيني في الساعة 9 الليلة عند النهر، أليس كذلك؟ أجل، في 9 تماما. وداعا. هذا هو المكان. العجوز هالة، هيا أخبراني. أجل، هل كنت معها؟ أجل، لقد تمتمت شيئا حول سرقة الماء وأعطتني هذه. خذها، إنها لك، لقد دفعت ثمنها. سلمى، هل رأى أي شخص هذه أو عرف بأمرها؟ لا. إنها آخر أثر وإثبات على هوية الأم. إنها آخر برهان على انتماء الولد. أظن يا سيدي أننا فعلنا ما علينا. هل نرحل؟ أجل، عليكما أن تنسيا كل ما حدث الليلة، فأنتما لم تسمعا بي أبدا.
بالتأكيد. فإن حدث وتقابلنا مجددا لا نعرف بعضنا بتاتا. انتظر، لا تتحرك. لقد أبليت حسنا، هل سيحاول الهرب ثانية؟ لا مجال لذلك أبدا. جيد، و المهمة إنها طور التحضير الآن. الليلة تماما إنني أفكر بالسيد نبيل، إنه الأفضل في المهنة، سوف يقتحم المكان دون أي أخطاء، أنا متأكد من هذا. عليك أن تفهم أنني لا أهتم إن نجح السارق أم لا بالمهمة، المهم عندي أن يتورط ماهر بالجريمة، فلا يهمني إن قبض عليه أو حصل له الأسوأ. بصراحة لن أستاء إن حدث له مكروه. هل تفهم جيدا ما أقوله لك يا أمين؟ هل تفهم ذلك؟ لقد فهمت أيها السيد، سوف أطلعك على النتائج عصر غد. يا سمين اخرجي، اريد ان اكلم نبيل على انفران. لماذا لا تريدها ان تسمع؟ انها تتصرف بغرابة مؤخرا، انا لا اثق بها ابدا. ماذا تقول؟ اجل، الاحظ انها تحب الصبي وتعطف عليه. اتعني ماهر؟ اشعر انها قد تشي بنا يوما ما يا صديقي. اتعني الى الشرطة؟ اجل، ان فعلت هذا سوف اقتلها. انا اخبرك فقط كي تبقي عينك عليها. والان هل انت جاهز لهذه الليلة يا نبيل؟ اجل، لقد جهزت كل شيء. لا بد من ان يتورط ماهر بهذا، قل له ان هذا مجرد تمرين، عليك ان تجعله يشترك في العملية. سافعل ذلك بالتأكيد، ان صاحب المنزل العجوز جعل المنزل يبدو كالحصن المنيع، وهناك تلك السيدة المدعوة امال، انها ارملة، انها تعيش وحيدة مع ابنتها، وهي غنية ايضا، ان المكان يسخر بالفضة التي تساوي ثروة. هناك خادم واحد في المنزل وبستاني فتي، ولكن كما قلت لك انه كالحصن المنيع يا عزيزي. وكيف ستنفذ العملية؟ هنا يبرز دور ماهر، هناك نافذة في الباب الخلفي لا يمكنني المرور عبرها، لكنها مناسبة لحجم الفتى ماهر هذا. أنت الأفضل يا نبيل، لطالما قلت هذا عنك يا صديقي. توقف عن هذا سامر، تعال معي يا ماهر. حقا؟ ولماذا تريده؟ أتريد أن ينشل أحدهم؟ بل عملية كبيرة هذه المرة. منزل؟ هل ستسرقون منزلا؟ لا شأن لك بذلك. لا نبيل، لا تفعل. حاولي قول ذلك ثانية، أما أنت فسترافقني وتفعل ما أمرك به يا ماهر، أفهم؟ أجل. إلزم الهدوء وإياك أن تفكر بالهرب، أتعرف ما هذا؟ أجل. حسنا، انظر إلى هذا، هذا مسدس وهذا بارود، والآن هل أدركت قصدي؟ إنه جاهز للاستعمال. أجل، لقد فهمت ماهر، إن تفوهت بحرف ونحن في الخارج، ما لم أطلب منك ذلك، فسوف أفرغ البارود في رأسك. تحرك، هيا بسرعة. اسمعني جيدا لمرة واحدة فقط يا ماهر، لا يوجد كلاب حراسة فقد احتجزها صديق لي. حسنا، لذا فالدخول عملية سهلة، هيا. عندما تخرج
أخرج من هنا يوجد نافذة في أعلى الباب، سوف أخلعها ثم تصعد على كتفي وتفتح الباب لي. لا يمكنني الدخول عبر النافذة، أتفهم ذلك؟ لا تنسى أنني أصوب المسدس نحوك. هيا. الفتى تريد عملا. اجل، ما الذي تستطيع؟ حسنا، بامكاني ان اصنع التوابيت. هذا مفيد جدا في عملي، لكن اسمع يا سيدي، يمكنني ان اقوم باي شيء. اصمت، هل قدماك خفيفتان؟ ماذا تعني؟ اعني هل يمكنك التحرك بسرعة وخفة دون ان يشعر بك احد؟ بالطبع يا سيدي استطيع. اتريدني ان الاحق شخصا ما؟ اجل، هذا ما أريده منك تماما. هل ترى تلك السيدة؟ أجل،
أريدك أن تتبع تلك السيدة حين تغادر وراقبها في كل مكان، هل فهمت هذا؟ خذ. أمين، لقد انتهى الأمر. انتهي؟ لقد كشف أمرنا. ماذا تعني؟ لقد طردونا ما إن دخلنا. كان لابد من أن نهرب بسرعة، ولم أحصل على شيء. إن نصف أهالي البلدة خرجوا ورائي. أين الفتى؟ كنت أطلق النار عندما أغمي عليه. هل نال منه؟ هل مات؟ لا أدري، لم يبدو بخير. إذا تركته ملقا هناك يجب أن أختبئ. اسمع، عليك أن تخرج من هنا، توارى عن الأنظار. لما لا تختبئ؟ لما لا تختبئ عند ياسمين؟ سوف أعلمك متى أصبح الجو آمنا. حسنا بوبي، تعال معي. أخذ بوبي. نبيل، نبيل. حسنا، ماذا تعرف عن الفتى إذن؟ هل اشترك في العملية؟ هذا هو شرطي الأساسي وما يجعلني راضيا. إن مات فهذا جيد، أما إن كان مازال حيا. اسمع، لا أثق بأي كان في هذه العملية، لذا سوف أقوم بالمهمة شخصيا. يمكنك مرافقتي إذا أردت. سوف أرافقك. مذهل، إنه يتمثل للشفاء بسرعة يا آنسة إيمان، هذا دليل على اهتمامك. لقد قمت بما أمرتني به أيها الطبيب. حسنا، ماذا سنفعل؟ لا أعرف، لا أصدق أنه يفعل هذا. انظروا إليه. لا يوجد دليل على أنه حاول الدخول. لكن الخدم قد أخبروا الجميع. لكن لا يوجد دليل يثبت أنه واحد من المعتدين. قد يكون جرح في حادثة صيد، أو ربما كان قريبا من موقع الحادث. هذا يحصل دائما. يا لك من عجوز محتال أيها الطبيب. طاب يومك سيدة أمال. طاب يومك أيها الطبيب. ونعم. يا ماما انظري. لا لا لا، توقف. لا لا بأس يا عزيزي، اهدأ. لا لا تدعن نبيل يمسك به. لا اظنه يتعذب عزيزتي. منذ متى انا هنا؟ منذ اسبوعين. اسبوعين؟ يا للطفل المسكين، لقد فقد الكثير من الدم. حالما تتحسن صحته سوف أخرجه من هنا، فهو بحاجة إلى الهواء النقي وأشعة الشمس التي قد تساعده على نسيان ما حصل له. كانت السيدة نجوى مدبرة المنزل، كانت محبة وتعتني بي إلى أن أخذتني العصابة ثانية. لقد كانوا مثل عائلة لي. لقد مشينا كثيرا اليوم، لابد من أنك تعب. هيا نرجع إلى المنزل. لم نجد شيئا، لقد بحثنا في كل مكان، لابد من أنهم رحلوا بسرعة. ولكن كيف استطاعوا العثور على ماهر؟ لا أدري، علينا أن نفعل شيئا وبسرعة يا ابنتي. سيدة أمال، علينا أن نذهب إلى السيد كريم، فهو يعرف ماذا نفعل. بالتأكيد. المكان هذا هو. حسنا، ماهر أين كنت؟ ادخل. ماهر،
ماهر يا ولدي، كم تسرني رؤيتك ثانية يا عزيز الصغير. والعصابة التابعة لأمين، والرجل ذو الرداء الأسود. آه يا سمير، ماذا يعني هذا؟ أسف سيدي، لا يمكنني أن أتفوه بشيء الآن. أعرف أنهم يطاردونني، لقيني في منتصف الليل على جسر لندن. يا سمين. نعم سيدي، لن أبقى طويلا. إن أردت أن تعرف لما اصطحب نبيل ماهر عزيز معه سأقول لك، لأن السيد مازن دفع للسيد أمين الكثير من المال كي يورط ماهر في المشاكل. ماذا؟ لا أعرف، أعتقد أنه رجل مجنون. ولكن هناك شيء آخر، سمعته يقول للسيد أمين إنه ذهب إلى الملجأ حيث ولد ماهر. على كل حال، السيد مازن علم بأمر امرأة تعرف جيدا حقيقة نسب الطفل ماهر. من هي؟ لا أدري، كان معها إثبات ما، لا أدري إن كان دبوسا أو قلادة ما تحمل اسم الوالدة. حسنا، أين هي؟ السيد مازن رماها في النار. مازن، إن المدعو مازن هو مفتاح اللغز، إنه وراء كل شيء. هذا عنوانه، علي الرحيل الآن. حسنا حسنا يا سيد مازن، حسنا. سيد أمين، افتح الباب. أيها الصبي المغفل، لا تصرخ باسمي، ليس على الجميع أن يعرفوا من يسكن هنا. أنت محق، لقد وشت بنا. يا سمين. أجل، لقد وشت بنا. ماذا؟ نبيل، ماذا تفعل؟ أين ذهبت؟ إلى منزلها على ما أظن. نبيل، نبيل، أنت سوف ألقنك درسا لن تنسي. ماذا تفعل؟ توقف، لا، انهضي، أقول لك انهضي. أيتها الملهى. هيا المجرم، هيا المجرم، هيا المجرم. الآن فيما يتعلق بالقلادة، لا علاقة لي بالأمر، لقد كانت فكرة زوجتي. هذا ليس عذرا كافيا، أنت مذنب أكثر منها، لأن الزوجة تفعل ما يأمرها به زوجها بحسب القانون. إذن هذا القانون هراء. ما الذي كان مكتوبا على القلادة؟ سلوى. أوه لا، هل أنت بخير؟ أجل يا ماهر، هذا كل شيء، لقد انتهيت منكما، ارحل الآن. أتمنى أن لا يعني هذا أننا فقدنا عملنا. هذا ما هو مؤكد، لقد كان تصرفكما إجراميا، لذا سأحرص على أن لا يسند إليكما أي منصب آخر بعد الآن. سيد كريم، لقد قتلت تلك الفتاة من عصابة أمين وتدعى ياسمين. ماذا؟ ياسمين؟ من القاتل؟ نبيل، لقد قبضوا عليه عند النهر. وماذا عن باقي العصابة؟ قبضوا عليهم أيضا. وماذا عن مازن؟ لا شيء. اسمعني يا جميل، هل ذهبت إلى النهر حيث قبض على نبيل؟ حاول أن تكلمه لتحصل على إثبات يساعدنا في قضية ماهر. فكرة صائبة، وسوف أحضر مازن. Oh!
كيف تجرؤ على خطفي من منزلي؟ لا يحق لك احتجازي عنوة، أليس كذلك؟ أطلق صراحه، لا يمكنك الرحيل، لكن إن تحركت فسوف أستدعي الشرطة فورا. ماذا تريد؟ أريد منك الإفصاح عما تعرفه أمام شهود، وأريدك أن توقع اعترافا لأحتفظ به. هيا، وإن حدث وأثرت أي مشاكل فسوف تمضي بقية حياتك في السجن. تكلم الآن. ماهر هو أخي، لقد رميت القلادة لأنها تحمل اسم والدته سلوى. لماذا؟ من أجل الوصية. وبعد؟ لأنه بهذه الطريقة يحق له أن يشاركني بالميراث إلا إذا تورط في المشاكل. لهذا رشوت السيد أمين كي يدخله إلى السجن. أجل، وقع على الاعتراف. لقد أصبحت بعيدا عن الملجأ يا ماهر، أنت شاب ثري للغاية. آه يا سلوى، أتمنى أن تجد نفسك الراحة الآن. هذه أمي. أجل، لقد كانت صديقة عزيزة، لقد تزوجت والدك بعد أن رسم صورتها هذه، بعد ذلك اضطرت للرحيل إثر مشاكل واجهتهما، لقد هربت إلى الملجأ حيث ولدت أنت. عندما جئت إلى هنا لاحظت الشبه الكبير بينكما، مما دفعني إلى البحث عن هويتك. لقد أحضرت الأوراق الضرورية التي تخولني أن أربيك، هل توافق على ذلك يا ماهر؟ أجل، لقد انتهى كل شيء. ونبيل هو أيضا آخر أفراد عصابة أمين في الواقع. لا تقل لي إن هناك واحدا آخر. أخشى أن يكون كذلك.